الدكتورة منة طبعا كان عليك دور كبير السنة دي، وهو تجهيز اللاعبات المصابيات، متابعة حالتهم. كلميني عن الموسم وأبرز الإصابات اللي قابلتك وأصعبها. بص، انا بقالي مع الفرقه 6 سنين. ما شاء الله. انا اول مره، اول موسم يبقى عندنا كم الاصابات دي السنه دي؟ فعلا. تقريبا مفيش بنت ما اتصابتش، مفيش بنت ما كانتش محتاجه راحه اقل حاجه 3 4 ايام عشان تقدر تنزل تاني. المحترفات، الشامي، بص يعني فعلا إصابات كتيرة جدا. جدا جدا، ومش اصابه اللي هي مثلا شد يوم يومين، يوم. لا لا، يعني انا بكلمك ففعلا اقل بنت كانت بتتصاب اقل حاجه 4 ايام عشان تنزل التمرين، خبر وبتنزل أبيض. وهي مش فول ريكفر، يعني بتنزل وهي متحمله بس على لازم نفسها، تنزل. لازم تنزل. الموسم كان مضغوط جدا، مفيش وقت ان انت يعني انت اتصابت لازم تروح على طول عشان نعمل اشعه عشان تتشخص، نبدا الجلسات، تخلص نبدا ريكفري. قبل ما بنخلص جلسات تقريبا البنت بتكون في الملعب. طب يعني الاصابات تشخيصها، يعني قولي لي الاصابه من اول ما بتحصل في الملعب بتعملوا ايه؟ بتشخصوها ازاي؟ وبعد كده بتبتدوا تحطوا برنامج علاج ازاي؟ كلميني على التفاصيل اللي الجمهور ما يعرفهاش. البنت اتصابت، في اصابات بتبقى معروفه. معروفه، تمام. في اصابات لا احنا بنحتاج ان احنا نطلع بالبنت مثلا على المستشفى، جبنا عملت مثلا الاكس اشعه. راي او السونار او وات ايفر يعني الحاجه ايه اللي هنشخص بيها. اتشخصت، بنبدا نحط البلان بتاعت التريتمنت بتاعتها، هلها بقى هي في حد بيبقى محتاج حقن، يعني بتطلع على طول على دكتور نحقن، دكتور طبعا عظام تحقن، في حد لا عمليه زي كارينا كده ما فيش فيها عملت عملية نقاش، فعلا. تعمل كانت عمليه، إصابتها إيه يا كابتن؟ كان عندها قطع في الغضروف وعملتوا عملية وعملت في عملية. وسط الموسم، والريكفري كان سريع. الله أكبر. يعني ريكفري لحقت كان سريع عشان هي ما خيطتش، لو كانت خياطة خيطت كانت بتقعد الوقت 3 شهور أطول. على ما تبدأ تنزل الملعب تاني. طيب يعني كلمينا عن دعم النادي، يعني الدعم والأجهزة الطبية اللي موجودة جوه النادي ومراكز العلاج الطبيعي اللي في النادي، كلميني عن ده. ساعدك ومهمتك ولا لأ؟ جدا، مفيش، انا بجد انا ما شفتش نادي بيتحرك بالسرعه اللي بيتحرك بيها النادي الاهلي، بدايه من اللعيبه تقع يتعمل لها التحويل، تطلع على المستشفى، ترجع، جلساتها موجوده متوفره فور فري طبعا، عكس انديه تانية لا تطلع تتعالج يعني في بقى مراكز بره على علاج حسابها. طبيعي جوه النادي عندنا وحده علاج طبيعي جوه في كل الفروع، في وحده في كل بالظبط فرع. بالظبط، تخلص جلساتها تكمل، احنا لو انا في حاجه ممكن اعملها، في تاهيل في النادي، كل حاجه النادي موفرها بحيث ان اللاعب ما يضطرش ان هو يطلع بره يعني. نعم. طيب يعني شخصنا الاصابه، طلع فيه لا قدر الله عمليه زي كارينا كده، بالظبط، الاجراءات جوه النادي بتبقى ازاي؟ اجراءات بتبقى طبيب الفريق دكتور هدير بتكتب التقرير اللاعبه محتاجه ايه بالظبط، وبعد كده بقى يعني كابتن ايهاب ودكتور الجزء الاداري بقى الاصابات بالظبط ما سالتكوش فيه ده. ماشي يلا ماشي. هما بيتولوا الجزء الاداري الحقيقه، وبعدين احنا بنتابع مع اللاعبه والدكتور المعالج بره، وعشان نعرف البلان بتاعتها ايه بعد كده، هي هتحتاج تنزل امتى، تاهيلها هيبقى وقته قد ايه، هتكون موجوده في الملعب بعد قد ايه، وانا باهلها وبنشتغل وبتنزل بعد كده، محتاجه بقى بتتربى سعيده كده. بالموسم ده دكتوره؟ يعني حاسه بعد التعب ده كله ربنا كان نجاحكم؟ يعني حاسه، يعني ساعات الواحد لما بيبذل مجهود بعد كده بايه بيبقى ربنا بيديله. سعيده. سعيده سعيده، واكيد في جزء مننا كبير طبعا. جدا طيب زعلان، سعداء بالبطولتين طبعا، دول مش بطولتين قليلين، بل بالعكس هي السعاده فيهم ان هم بنات بجد كانوا تعبانين صحيح. اصابات والله فعلا، يعني انا زي الشامي مثلا اللي في الجيم الخامس في ماتش الزمالك كتفها خرج، لعبت بعدها على طول، رديتوا اللي رديتها كيف فيها يا دكتوره؟ ردينا كتفها في انت اللي الملعب، رديتيه؟ ردينا الكتف بتردوها في بالفوطه الملعب، تحت الباط او حاجه، ولا انت بتعمليه ازاي؟ لا انا يعني بيتاخد كده في وضع بره وبعدين بيتشد، يعني هي اي موضوع اي صعب قوي. وكملت لازم كملت. فاكر لازم كملت. ويعني هي يعني هو ومصممه تنزل تكمل، مش ايه دي هغير، لازم طيب. اكمل. فلغايه ما جابت اخرها بقى خالص طب يعني. انتوا كجهاز بيبقى في تنسيق مع بعض مع الجهاز الطبي؟ طبعا طبعا اول حاجه بيعملها كابتن حمدي مع الدكتوره منه، البنت هتقدر تلعب؟ هي كانت مصممه تلعب. لا يا كابتن ده الشوط الاخير لازم. تعالي يا دكتوره منى على جهاز. انا هلعب يا دكتوره. تعالي لا يا دكتوره. ده بجد ايه، انا بجد عايز ايه اقول لحضرتك احنا كنا انا كويسه مجبسين كتف ايه، يعني الحمد لله بجد مجبسه كتفها بكميه خرجت ترددات مش قادره مش ترفع ايديها. طبيعيه.